ماتت غريبة، ينقلون هكذا غريبة بروحها، جاء لها ولدها عيسى، أمه صام الصائمون، قام القائمون، مو وقت تنامين، طالع جيفه فحركها، حركها كذي، وإذا بها فارقت الدنيا. ويا أنت لو لا فارقت الدنيا، مات وين؟ ولا عيونها مغطية، ما عندها ونين ولا أبدا، ولا عندها مشاكل، لين جاء زوجها ها أخفت أنينها. كذي يقولون عن الزهراء، أخفت أنينها، مرا زهرة مرا، مو أي نسوان، ها مي أي مرأة، تخاف على شعور زوجها، تخاف تأذي. تونا من شوي نقول عن الحشلة، الحشوة اللي تعور القلب، أبدا. يسألون واحد من بني سعد يسأل الإمام كيف كانت فاطمة عندك في بيتك عندما ماتت؟ قال ألمت قلبي، زيت علي الأوجاع. علي متزوج ذاك الوقت وعنده نسوان ما مثلهم نسوان، بس ما ميش نفس الزهرة، ما في نفس الزهرة. قال وش تحكي انت؟ ماذا تقول في فاطمة؟ ما آذتني يومين، يوم واحد ما أذتني، ما راوتني كلمة، ما سمعتني كلمة تأذي قلبي. لكن أظنك يا علي وما استطعت أن تسمع أنينا في آخر عمرها وهي تنادي وأضلعه. كل من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلامه، اتزوج عقب عيني يا ابو حسين. ما تعور قلبك الزهرة، لا ما تصيح عليها، اتزوج عقب عيني يا ابو حسين بأمان. الرجال ليس لهم بد من النساء، عرفك ما رجال ما تستغني، لكن بس هالله عقب عيني بهاليتامى، سكن خواطرهم ونشف دمعة أويلي. جمع أصحابك عقب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني، واللي كسروا وبالباب عصروني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ما قصروا، ما أقدر أغير نومتي يا علي، أنام على جنب واحد يقول الإمام الصادق عليه السلام باتت جدتنا فاطمة طيلة المدة التي عاشتها بعد أبيها رسول الله تنام على جنب واحد. تقدر تنام على الجنب الثاني، تعورها لضلوع. جمع أصحابك عقب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة يلا بليل خفية ودفنوني، واللي كسروا ضلعي
لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. أويلي ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوع إلى اليوم من ضرب الرجس ماسك وبعدي على المختار ما نشفى طبلي ولطمني فوق خدي ومحجر بعد بعد تبي تسمع بعد بعد نقرا لك على الزهراء يلا ليش ما نسمع ونين ومنه لقطات لقطات مني ومنك ليش ما نسمع ونين ومنه ولا نسمع كلام يلا يا حبيبي ان شاء الله طابت العل وطاب ضرب لو يا اسماء سافرت عنا وخلتنا ايتام والشهيد يصيح لا تفاول ترى قلبك يلا يا ابوي الله سأل ما ويا ريت يا ابن امي كلامك لا يكون فعلها فعل السلامة وليت عل قال خويا من انا حيلة بهض حضر ولمت نسأل الله الضلع لم كسر من وويلا اختنقت بعبرتها أسماء ونادت وويلا وصاحت أسماء يا أولاد المصطفى وروحي ذاب قلبي ولا أقدر أحكي لكم لكن الحجرة دخلوها حال البتول بالعجل ودوا لأبوكم يا ضياع عيني تقدر تتحمل على الزهرة يوم دخلوا عينوها نائمة نومة الموتى ساجة بالمصلى ويح قلبي مسدل عليها الرداء خروا عليها ومدامعها متهيل شبه المطار ركضوا إلى المسجد ينادون وعليا وفاطمة طلعوا المسلمين قدام قدامهم علي ما دهاكما يا ابن رسول الله قلوا لي يا علي عظم الله أجرك راحت من عندك الزهراء فعندها سقط مغشيا عليك رشوا عليه ماء أفاق من الغشوة وجاء يركض حتى وصل إلى الزهراء انحنى عليها يقولها مكسورة الأضلاع وحزني عليها دهري فجعني بالنبي وهاليوم قوموا عينوني يجيبوا النعاش أوصت نواريها بظلمتها العش أبيات الدعاء أسألكم الدعاء لقضاء حوائجكم ولعودة أسراكم ومساجينكم وقضاء حوائجكم ألم من مناد وفاطمة يشهد الله أنني كلما قرأت هذه الأبيات تذكرت أحد الأحبة يحب يقرأ الأبيات اسمعها الأبيات بالله يا شيال نعش الطاهرة شالوه لكن في الليل في ظلمة الليل بالله يا شيال نعش الطاهرة وش عندك يا زينب على هونك من تسير على الثرى وش عندك يا زينب وش عندك على هونك من تسير على الثرى ترى ضلوع أم الحسين مكس
بها نيران الحزن مضروم. وفاطمة وسيدتها كأني بحلي التفت إليها، إيش عندك زينب؟ قالت عندي وصية. وصو حيدر من ينزلها القبر لا يوسدها على خدها من سطر. وصو حيدر من ينزلها لا يوسدها على خدها من بدلايل كم ضلع المنكسر بها نيران الحزن مضروم. وويلا. بس سؤال أخير، أحزنك يا علي من حزن الزهراء؟ هذا مؤكد. أسأل الزهراء وانت تجيب عنها. أضلعك المكسور وحرق دارك أعظم أم كسر ضلع أضلاع ولدك الحسين؟ أيو أعظم على قلبك يا زهراء؟ أضلوعك أو أضلوع ابنك الحسين؟ خيام زينب المحروقة أو بابك المحروق؟ نادت أبكي أبكي على أولادي ذبايح، وأنا نصبت العزل لهم ستضل حلي بصير الباب. أنستني يسقطي جنيني ذبح. عود عود. أنستني يسقط من الوالدة والقلب لهفان، أدور عز ابني. ما تدورين عزاك وينه؟ كأنها تقول لا لا أني لا تعزوني، أني لا تصيحون علي، صيحوا على ولدي يكفي. أدور عز ابني وين ما كان، أويلي على ابني المات عطشان وتلعب عليه الخيل وراسه يحلونه. أفاطم قومي، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فشكرا لكل من ساهم في هذه المآتم قديما وحديثا ومستقبلا. أسأل الله أن نوفق وإياكم لخدمة أهل البيت وإقامة عزائهم. رحم الله الماضي، في بالي كثير جدا، ما بجيب أسماء حتى لا تزعل يزعلون الباقين. كلهم مشروكون في الدعاء. الفاتحة لأرواحهم. اللهم ارحمهم برحمتك، أسكنهم فسيح جنتك، جاف الأرض عن جنوبهم، أصعد إليك بأرواحهم، احشرهم في زمرة محمد وآله الطاهرين، عندك نحتسبهم يا رب العالمين. فك أسرانا، خلص مساجيننا، رد غرباءنا، آمنا في أوطاننا. اللهم إن كنت رددت علينا بعض زوار الحسين فرددهم علينا جميعا سالمين، وجميع زوار الأئمة وأهل البيت عليهم السلام في خير ويسر وعافية. أسأل الله أن يعودنا وإياكم في حال أحسن من هذا الحال ببركة محمد والآل. إلى أرواح موتاكم وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، ولأرواح الشهداء السعداء، ولأرواح خدمة أبي عبد الله الحسين، ولأرواح من مضى من أهل هذا الجمع الكريم المبارك، نهدي